موضوع آخر، يعني سمعت عنه من البعض حول الاستشفاء بالقرآن الكريم أو بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وهناك ناس يعني ربطا بالموضوع اللي حكينا عنه قبل قليل بيقول لك إنه عود وصلي، يعني اقرأ قرآن وفيه شفاء، ويعني ما في داعي تأخذ لقاح، وما في داعي وما في داعي. ما رأيك بالاستشفاء أو الشفاء من خلال القرآن الكريم؟ أولا القرآن الكريم يعني إذا قرأ كاملا على إنسان مريض لن يشفى الإنسان المريض، والدليل على ذلك أن كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا ماتوا من خلال الوباء وماتوا بالمرض مع أنه حافظي القرآن كاملا. وعندنا حتى في حلب يعني كبار علماء حلب، يعني مثل الدكتور عبد الله سراج الدين اللي خرجت حلب بالكامل، يا أخي مات بمرض ووباء هو حافظ كل القرآن غيبا. يعني فلازم نكون منطقيين موضوعيين مع الله. يعني فمثلا آية الكرسي ما نزلت حتى أقرأها على مريض يشفى، وإلا ما في داعي للصيدليات وما في داعي لكل الأطباء، لأنه كل الناس عندها القرآن الكريم حتى على الموبايلات، القرآن الكريم كاملا. يعني إذا يعني فأي ليس إنسان عنده أي مرض لو قرأ فالله سبحانه وتعالى يعني يأخذ دوما بالأسباب وليس بالروحانيات المطلقة. والدليل على ذلك مثلا تفضل. أقدس جبل في العالم هو جبل عرفات، لكن ليس فيه أشجار ولا فيه ينابيع ولا فيه شلالات، طبعا ولله المستوى الأعلى. يعني هذا تأكيد من الله أنه لا تأخذ لي القدسية معنى ذلك أي تعطي ميزات. فالقرآن الكريم مقدس جدا، لكن ليس وصفة طبية أو ليس للقراءة وفك السحر واللعب وفك المسحور والشفاء بالقرآن، هذه كلها أكاذيب وألاعيب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بالذات بقي بالمرض 13 يوم قبل وفاته الكريمة. الرسول مات، يعني توفي بالمرض، وكل الناس تعرف انه استمر مع المرض حوالي 12 الى 13 يوم. هذه اشاره من الله انه حتى الرسول اللي هو افهم الناس في القران والقران نزل عليه اصلا، مع ذلك توفي بالمرض. ومن فما يقول بصير نحن ناخذ الامور، نعم، ومن يقول بأنه مثلا وربطا أيضا بهذا الكلام الشفاء بماء زمزم، أو يعني من يشرب ماء لا لا زمزم أبدا، فيه يعني يعني شفاء للكثير من الأمراض، ما رأيك بهذا الكلام؟ يا سيدي أنا زرت مكة المكرمة مرتين نعم بالعمرة. يا أخي كل أنواع المشافي موجودة في مكة، مشافي العظام ومشافي الأعصاب والقلبية والعظمية والهضمية والصحية والعيون والأنف والحنجرة وكل أنواع الأطباء. نعم فيفترض يعني إذا كان هذا الكلام صحيح، لأنه بس كله عم يشرب ماء زمزم، فلازم ما نشوف ولا مرض في مكة على الإطلاق. طب ما يعني ما يعني 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 قدسية ماء زمزم إلى ماذا ترمز؟ ويعني الناس يحاولوا دائما أن يستفيدوا من هذا الماء، وفي ناس بتوصي الناس اللي عم بروحوا على العمرة وعلى الحج أنه جيبوا لنا معكم ماء زمزم لأنه ماء مقدس وفيه شفاء من بعض الأمراض أو إلى آخره، ما رأيك يعني بهذا الكلام؟ يا سيدي عنا بحلب ابن جيراننا ما كان حفظان الرياضيات طول السنة، فأمه قبل فحص بشهر عم تشربه ماء زمزم حتى ينجح بالرياضيات، أخذ بالرياضيات صفر. يعني إذا هي زمزم لما شرب له، هو شربه لكي ينجح بفحص الرياضيات. يعني مو حصيتك. طيب معلش، أليس كل الحجاج يشربوا ماء زمزم؟ لماذا فرق الإسعاف الهائلة في موسم الحج؟ فرق الإسعاف، يعني كادر طبي ضخم، طبعا هي سلمت يدهم بخدمة الحجاج، كادر طبي ويعني وإسعاف متنقل وإسعاف فوري، حتى طائرات هليكوبتر من أجل الإسعاف، والكل عم يشرب ماء زمزم. يعني تريد أن تقول بأنه يعني لا يوجد قدسية لهذا الماء، أو لا يوجد دلائل؟ إذا كان يوجد قدسية طبعا، يعني مع احترامنا له الشديد، لكن هو
لا يعني انه يشفي من الامراض، لانه قلت لك كل انواع المشافي وكل انواع الامراض والطبابه موجوده في مكه. طب من اين اتى يعني من اين اتت هذا يعني من اين اتى موضوع انه مبالغات فقط، يعني الدين يقوم على المبالغه. نعم. ملاحظتك؟ نعم. يعني زمزم لما شرب له يا اخي، يعني معلش اذا زمزم لما شرب له، خلينا نجيب انسان مريض بالسرطان ونشربه يعني ماء زمزم، يعني انسان معه قريب عادي، طيب هي شربه ماء زمزم؟ يعني خلينا نجرب اي مرض إن كان، يعني فلماذا هذه المبالغات؟ يعني هل هو تقليد متوارث؟ يعني تقليد متوارث انه مثلا رايح الحج بلي معك ماء زمزم، هو ليس اكثر من تقليد متوارث، يعني هكذا فقط، يعني ملاحظ يعني no. يعني امه تعيش على المبالغه وعلى الغيبيات وعلى الروحانيات، لكن على مجال الواقع هذا الكلام لازم يكون واقعيين ومنطقيين. نعم. يعني على طلع يعني يفترض ان لا يوجد ولا طبيب في مكه ولا اي مشفى في مكه، لانه كله بيشرب ماء زمزم. نعم. يعني ما نجح بتفوق لانه بيشرب ماء زمزم قبل الامتحان. أين ورد ماء زمزم؟ أين وردت عبارة أو كلمتين؟ ما وردت نهائيا. يعني الله سبحانه وتعالى عنده منطق. طيب معلش، يعني الحجاج ألم يهدم الكعبة بالمنجنيق، يعني حاليا بالمدفعية؟ طيب ليش ما أجى طير أبابيل؟ يعني لماذا لم يأتي طير أبابيل؟ الحجاج. طيب القرامطة، يعني ذبحوا الحجاج بموسم الحج في الكعبة وسرقوا الحجر الأسود 13 سنة على الكوفة، سرق الحجر الأسود 13 سنة، الكعبة سرقت ومين سرق الحجر الأسود؟ وما سرق 10 متر، لا على 13 سنة. بيطلعوا في شعاع ليزر بسجل أسماء الحجاج. يا أخي طيب الحجاج اللي حجوا 13 سنة في حال سرقة الحجر الأسود، يعني هذول ما سجلت أسماءهم؟ سرق الحجر الأسود كل الناس تعرف المعلمة 13 سنة. طيب يعني كلها مبالغة. يعني الناس الحجر الأسود حاليا والكل بيعرف هو مجموعة قطع، يعني هو حجر مكسور. طبعا ساو نزل من الجنة وما نزل من الجنة وبسجل أسماء الحجاج، يعني أمة تقوم على المبالغة. يا أخي هو عدة قطع، هلا حاليا أي حد أسأله على الحجر الأسود، يعني ليس قطعة واحدة، يعني ليس هو حجر متماسك يشبه الألماس مثلا، الألماس مستحيل تحطمه. إذا هو حجر عادي من حجار مكة السود، لأنه مكة كلها حجارة سود. لكن نحن نعيش على المبالغة فقط يعني. طيب.